فهمت، حليتي المشكلة بأيو. يتوقف عن العمل ليش؟ فقط لأنه لم يقم بإيجاد إجابة لهذا السؤال، وهو سؤال ما هو التقييم الخاص بهذا الدومين، وكذلك كيف أقوم بتسعير هذا الدومين. فاليوم إن شاء الله سنقوم بالتكلم على الحل الذي سوف تقوم بعمله دائما مع هذا السؤال، وكيف سوف تتعامل مع الدومينات ومع الأسعار ومع التقييمات التي سوف تقوم بالاشتغال بها. لكن قبل أن نقوم بالتكلم حول جميع التفاصيل، فسوف نبقى أولا مع هذا الفاصل الإشهاري، ثم أعود إليكم مباشرة لكي أقوم بشرح لكم جميع التفاصيل. نبدأ أيوب، والله إلا راك كاين برو أيوب، بدا نيشان دبر على لي سبونسور. شفت كيعجبني أيوب كاين استعطاء. هذا الفيديو هو برعاية موقع porkban.com. هذا سيت زوين، أنا دابا جميع الدومينات ديالي تقريبا شي 95% ديال الدومينات اللي عندي حاطهم في porkban، ماشي حيت مسبونسورين مع أيوب، ولكن حيت فريمون يعني ساهلين في الخدمه، ساهلين في السيبور ديالهم، وملي كتبيع كيتعاملوا معاك، رخيصين في الرينيوول، ما كتضربش تماره في الرينيوول، يعني في الشراء وفي الرينيوول. دخلنا دابا للتي ال دي ليست مثلا، دخلتي هنا للتي ال دي ليست، وجيتي تقلب مثلا على مثلا في الدوت كوم ولا وات ايفر، غتلقى مثلا سبيس شيب داير $5 في التجال، رينيو $9. هاد السبيس شيب جديده، دونك ما تايقش فيها بزاف. اوكي هاي هاد القديمه بوركبان عندها يعني رخيصه، دونك كتجي ساهله في الخدمه. الدي ان اس ديالها سريع بزاف، يعني تقدر دومين تشري حاليا تغير الدي ان اس بيه فيه، كي تحطو ما كاينش ديك 24 ساعه ولا تسنى 48 ساعه، بيه فيه كدوي لك على ما كيبلاش تقريبا واحد 15 ثانيه ولا شي حاجه. دونك يا porkban.com هو من أفضل المنصات الخاصة بشراء الدومينات، وتوفر لك العديد من المزايا والعديد من الأشياء مثل الويب هوستين، مثل الإيميل. هذا يعني بأنك ممكن أن تقوم باستخدام الكوبون التخفيض زاوت مثلا $50، لكنك لم تشتري الدومين $100. أنت عندما ستقوم بالاشتغال على تجارة الدومينات، فأنت هنا تقوم بشراء دومين $10، ممكن أنك قد قمت بشرائه من الكلوز أوت مثلا $50، لكنك لم تشتري الدومين $100، $200، $1000، $3000، يعني أنك شريت الدومين بسعر رخيص. هذا يعني أنك نوعا ما لم تقم بدورة بلي يعني دا أكاديمية لا تجوني دابا برو دا أكاديمية تبارك الله عليك، البارح إذا اكتشفت الأكاونت ديالك مازال ما شفتك شي فهمتي، مازال ما شفت عطيت واحد التعقيبات بسيطه فيما يخص الاي سي او والبيزيك اس اي او كذا بحكم الاكسبيرينس زعما اللي عندي، ولكن بغيت ندخل داك الشيء ونديرو حنا ان شاء الله واحد الكول ولا شي حاجه برايفت باش نناقشوا. وبالنسبه للاي بوك راه ريكومونديت الناس، يعني خاصك تعطيني الافيليت، ندير معاك حنا ويك الافيليت سبونسوري كابرو. الله يسهل عليك ابرو، اي واحد كيدير مجهود كيستاهل، دونك تحياتي لك ابرو. قم باستثمار يعني مبلغ كبير جدا، هذا يعني أنك في حالة مثلا قمت ببيع دومين مثلا ولو $50 فأنت هنا رابح، يعني أنك اشتريت ب10 وقمت بالبيع ب50 فهنا أنت قمت بالربح، إن قمت بالشراء ب10 وقمت ببيع الدومين ب100 فهنا كذلك أنت قمت بالربح، يعني أنك هنا في هذه الحالة أنت رابح. أنا هنا لا أقول لك ضع الدومين $50 ولا أقول لك وضع الدومين الخاص بك $100، لكن ما أريد أن أقوم بإعطائك إياك معلومة، وهو أنك اشتريت دومين بسعر رخيص، يعني انك هنا انت في مرحله لا يجب ان تفكر في مساله ما هو التقييم الخاص بالدومين، ما هو افضل سعر لهذا الدومين، لانك وبكل بساطه لا تمتلك دومين نوعا ما يعتبر قوي جدا لدرجه انك ستقوم بالبحث وتقوم بمعرفه ما هو التقييم الخاص بذلك الدومين. هنا ممكن ان اقول لك ممكن ان تقوم بعمل هذا الامر على الدومينات التي اشتريتها بسعر غالي نظرا لانك استثمرت فعليا. المهم باش نشرح لكم النقطه اللي بغى يقول، ايوب دابا النقطه اللي بغى يقول باش تفهموها، حتى كيضرب اللغه العربيه كاين اللي ما غاديش يفهم. خاي ديامون تبارك الله عليك برو، ديامون تمرات نهضروا شويه على الكريبتو وعزيز عليه الكريبتو. قلت لكم الشباب ايوب شنو بغى يقصد، حيت راه كيهضر باللغه العربيه تقدروا ما تفهموا زعما. دابا هو داير فيديو كيهضر على كيفاش تقوم بوضع سعر الدومينات، يعني كيفاش تحط ليه ثمن الدومين عندك، كيفاش تحط ليه ثمن. الغومارك اللي عطى ايوب في الاول قال لك باش ما بعتيه راه هو الثمن المناسب لك الدومين بالنسبه لك، الا كنتي انت شاريه
بثمن قليل، يعني الربح في الشراء. يعني انت الا شريتي دومين ب 10 دولار، الا حطيتي 50 دولار وانت مسلكاك في حياتك وميسرك الامور، راه هذاك هو السعر المناسب. ما تقارنش راسك بشي واحد اخر ولا كتخدم على راسك. قال لك بما انك كدوي على هذا البرنامج ديال الضمانات القلال، فاي اي حاجه جاتك في دماغك انت رفقتي قلتي بلاتي هذا الدومين صيته ب 5 دولار 10 دولار، انا مسلك لي 200 دولار في الباركور ديالي في الخدمه ديالي. دونك هذاك هو السعر المزيان، فهمتي؟ بالنسبه ليك انت في البيزنس موديل اللي داير، هذه هي النقطه الاولى اللي تقدر تكون ما فهمتوهاش ولا شي حاجه. هادشي اللي بغى يقصد ايوب، مبلغ غالي ولا يجب ان تقوم ببيع ذلك الضمان بسعر لا يستحق، مع العلم انك حتى وان شريت الضمان مثلا ب1000 دولار وقمت ببيعه ب3000 دولار فانت هنا رابح، لانك حققت اكثر من المبلغ الذي قمت انت بشرائه. لكن حتى نوعا ما اعطيك نبذه، واعطيك نوعا ما الحل الجذري الذي نوعا ما اريدك دائما ان تقوم باخذ بعين الاعتبار، وهذا الامر هو ما اقوم بالاشتغال به بشكل شخصي. انا شخصيا اشتغل بهذه الطريقة ولا أشتغل بطريقة أخرى. وهذا الأمر إن رأيت أي شخص في المستقبل يسأل ما هو تقييم هذا الضمين، ما هو سعر هذا الضمين، أريدك فعليا أن تقول له هذا الكلام، لأنني أعلم بأن هذا البودكاست لن يشاهده الجميع، وأعلم بأن هذه إحنا ما كان دلوال دابا أيوب، إحنا ما كان دلوال أيوب يشاهده الجميع، إحنا ما كان دلوال طيب اللايب على ودك نتفرجوك تقول لنا أيوب يشاهده الجميع، إحنا كان نشوفوك أخا أيوب حلمت بينك بأيو، بس قاش تقمع فينا بحال هكذا. الأشياء التي سأقولها لن يسمع الجميع، لكن بما أنك أنت جزء من الكميونيتي الخاصة بالعرب وجزء من الأشخاص الذي يشتغل في هذا المجال، بطبيعة الحال أنت بدورك يجب أن تقوم بمساعدة الكميونيتي حتى تستفيد هي بدورك. يعني أنك إن رأيت أي شخص نوعا ما يسأل ما هو التسعير الخاص بالضمين وما هو التقييم الخاص بالضمين، إما شارك معه هذا البودكاست أو ببساطة قم بإخباره الأشياء التي سأخبرك بها. طيب عندما نقوم بالتكلم على التسعير الخاص بالضمين، هنا أنا لا أقصد أنك تقوم برؤية جودادي أوكشن أو تقوم. قال لك أيوب حسن، قال لك خيوز كنتفرجوا فيك باش نتبعوا انت طارق فيديو في يوتيوب هذه سميتها لايف، سميتها ستريم، كان ستريمي كان رياكت على اي حاجه بغيتوها. يمكنش ندير ستريم ونبقى نهضر على اي حاجه، وبغيتو ستريم يومي، ستريم يومي ونبقى نعطي كل ميت كل نهار، ما كاينش هاد الهضره. كاين كتاب مره ولا فيديو الا عرفت لي عليه شي حاجه اللي تجيكم معقده، اذروايز الهضره كتجيب الهضره وصافي. المهم هادشي الا بانت ليك وهادشي راه بروبوزيسيو ديال الدراري وحنا غاديين فيها، انا معاكم اللي بغيتو. واش نحبس دابا الله بنحبس والد هذا بغيت يسي بوسو بكل تلك الاشياء، تلك الامور لا نحتاجها. ما كنقولش ايوب نجري لي الهضره، انا يلاه كنفهم ايوب غير بالشويه وبتي ها، ولا نشتغل بها ولا نعتمد عليها، لكن ساقول لك ما الذي اشتغل به شخصيا. فكما تعلم في الدومينات توجد طريقتين لبيع الضمين، توجد الطريقه الخاصه ببيع الضمينات عن طريق التسويق، وتوجد الطريقه الخاصه ببيع الضمينات بدون تسويق. هنا وبكل بساطه التسعير يختلف من البيع فيما يخص البيع بدون تسويق، فهنا انت ستقوم بوضع سعر معقول قابل للشراء وقابل للدفع، ثم سوف تنتظر الى طيب. عندما نتكلم على البيع بالتسويق، وهنا نقصد انك ايضا ما ستقوم بالتسويق له، سواء سوقت للجيدومينات سواء سوقت للبرو الرقم السحري سيكون افضل. لماذا؟ لانه بكل بساطه مالي، وهو ما بين ال100 دولار الى ال500 دولار يتردد في الشراء، ممكن ان يذهب بشكل مباشر ويشتري، او انه ستكون النيغوسيشن بينك وبينه طويله وقت، حيث انك نوعا ما ستقوم دائما بتحقيق مبيعات متوسطه. هذا يعني انك في كل مره تقوم بالتسويق للدومين لا داعي لان تسال ما هو السعر المناسب، كيف اقوم بتسعير الدومين وكل تلك الامور، فقط ضع له سعر ما بين من 100 الى 500 لتسويق. كما ذكرنا انت اشتريت دومين ب 10 دولار ب 20 دولار ب 50 دولار، اوكي؟ هذا يعني يجيب راه دار لاباس كتبان ليه بين 100 و500 4 دريال. والله لك ايوا قال لك شي هاني، المهم شري دومين حط ليه ما بين 100 و500 هاني، دابا يجيب دار لاباس كتبان ليه ما بين 100 و500 4 دريال، الله اعلم. ترى 100 راه 1000 درهم 5000 درهم، راه عرفتي شحال واحد كيخدم حياته باش يطلع لك الصالير؟ الله يهديك اباي. كنضحك معاك انا، فهمت كيفاش كتقصد. شخصيا طيب الان سنقوم بالتكلم على دومينات تباع بدون تسويق. كما ذكرنا انت اشتريت دومين ب 10 دولار ب 20 دولار ب 50 دولار، اوكي؟ هذا يعني بانك لم تقم بدفع مبلغ كبير جدا، يعني كما ذكرنا انك ان حققت مبيع ب 300 مثلا فانت حققت ربح جيد، لكنك بما انك ستقوم بالبيع بدون تسويق فهنا انت لن تقوم بوضعه ب 300. لماذا؟ لانه بكل بساطه الزبون هو من سياتي اليك والزبون هو من سيبحث عنه، فلذلك هنا يجب ان يكون لدينا بروفيت جيد. لكن ما هو هذا البروفيت؟ هل سنقوم بوضع 20000 دولار؟ هل سنقوم بوضع 100000 دولار؟ بطبيعه الحال لا. ببساطه كما ذكرنا مثل ما قلناه على دومينات التسويق، الهدف هو ان يكون الدومين والسعر معقول حتى ان الزبون لن يتردد في الشراء، فهنا يجب ان نقوم بوضع اسعار السوق. وما صافي حنا اش غنديروا الدراري اليوم؟ حنا غنديروا هاندريج، ياك غنديروا هاندريج لشي واحد دومين لشي واحد من الدراري انا اللي دايرين داخلين في الشاط، ياك، وغنعطوه ليه
ويحطوا فدان وباش ما بعد لا يربحوا، سواء يو بي بروبوز سواء انا نبروبوز ولا نتوما تبروبوزيو، صافي نسيليكسيوني واحد من الدراري نشري لي انا الدومين نصيفطو ليه في بورك بان، ياخذو في بورك بان نشري صافي ويحطو فدان ونبقاو نديروها بحال هكذا. كثر الى لقينا البلان ديال اللي قلت لكم ديال الشركات ونبقاو نديروه لايف هاشي واعر فهمتي، طيحوا على حتى واحد الدراري يربح والله يربح ايزي. اش بان لكم؟ اش بان لكم الشباب؟ يلا سير توكل على الله بلا ناض سير صافي نحطو بعدا، حنا ما خاصنا والو حتى ما كانش يستخدمو في الادسنس ولا يستخدمو في شي حاجه اخرى. شنو غنديرو دابا؟ المهم دابا نتوما اتفقوا على واحد في الاخر، صوتوا لي على واحد ياك، نتوما في الاخر صوتوا لي على واحد، انا نقلب على شي كيورد اللي نحاولوا نستعمل نخدموا عليه حاليا و صافي هادشي اللي كاين. الله يسخر بلا ناضي سير مولانا. اوكي نتمنى ناخد الكيورد اللي نخدموا عليه. اوكي شنو يبلع مخدالي هذا ديك النهار بلاتي صدرنا طوب طوب تابس تب 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 تفقد الدراري خلوني دابا انا كنت كنقلب بلات دوكا مخودين. حاول تعلق على شنو كدير اخي يونس. شنو كندير دابا؟ كاين واحد البلوكشين جايه كتنافس سولانا سميتها طاري ياك. دابا نعلق على تشرو نتوما صدق الدار اللي باغي نشرو ليه ما كاين والو. كاين دابا هاد البلاتفورم المهم راهي قديمه ولكن هايبا حاليا. دونك هاد البلاتفورم
بحال بحال الصولان يعني كتخدم بالراس تو اكسيتيرا، دونك مازال زعما جديده. ولهذا فبما ان راه كيتلاحوا لنا الناس الصولانه، ما في مازال الناس ما شراو الدومينات، دونك انا مستخدم بما ان كنحاول نقارن الناس اش شارين في الصولانه، وكنحاول نقلبوا ليه اش شي شري صولانه لابس مثلا، بحال عندنا صولانه لابس سول لابس وات ايفر، دونك كنزيد فيها طاري بلاص ديك صولانه كنزيد طاري انطلاقا من ليكسبيريونس انطلاقا من الضبط اللي كيبانوا ليا، وكنحاول ميك شور فهمتي واش غيكون عليها طلب ولا شي حاجه. ولكن دابا مثلا بحال طاري النود غتكون حاجه زوينه، بحال النود باعتبار تا هما عندهم لي نود، طاري نود زوين، هذا واعر، هذا دومين واعر. دابا المشكله هي غيشري شي واحد، هو دابا افيليبل، دابا حنا باغي نعطو قرعه غيزربو عليه الدراري فهمتي، الدراري دابا صافي غياخذو الدراري، خصني نكون سريع. لاتي نشوف دابا واش غنكون انا سريع ولا غيكون شي واحد سرع مني. مشكلة دابا الكونتو عندي ما مفتوحش، غيزربو عليا الدراري ميمكنش. الدراري دابا عندي دومينر كيتفرجو راه مغيعطلوش هادشي فهمتي، مشكلة. ومشكلة عطيتهم ديك النهار السكريبت باش يسجلو بالزربة مشاكل. نشوفو المهم، اوكي صافي راه تشرب بعدا. اوكي داز طول باش حق مشى المهم راه داز. ها هو راه عندي حاليا اوكي سميتو طاري، عندهم لي نودز اللي عندهم هذا انت هاو تو ران، يعني كيورد فهمتي، هاو تو ران ذا طاري نود، يعني شي حاجه اللي غتكون عليها الطلب، هاو تو ران طاري نود. دابا انا شريت طاري نود بوان كوم فهمتي. دابا هنا غندوزو للهضره اللي قال ايوب، دابا هضره ما عليه لا المنافسه ما عليه حتى لعبه. دابا انت حنا هذا بغينا نحطو ليه فاليو اصلا، هذا الشيء غنعطيه للدري، دونك حنا كندو معكم فهمتي. شي واحد اللي بغى نتمنوا يطلع عقل ان شاء الله، المهم يطلع عقل ما تنساناش، تنساش الله يرحم الوالدين. المهم دابا التاري نود انت يلا شريتي، ما معروف لا الفاليو ديالو ولا عليه الطلب ولا حتى شي حاجه، ولكن الى لهاد البلوكشين باند وناضو، يعني تلاحو دي فينتور كابيتال كيمولوا كي البروجيات في ديك البلوكشين، وكذلك يعني الناس اللي باغيين ياخذوا الجرانت، الناس اللي باغيين يحركوا ويدخلوا العاقه ويكونوا ياكلوا خبيز من ديك الليكويديتي اللي راه كدور تما، فكيبغيو كريو بروجيات. دونك نتايا كيكون عندك دومينات زوينين اللي عندهم علاقه كتكون زارب عليهم، دونك بحال بغيتي تحط لهم فاليو شنو غادي دير؟ بالنسبه مثلا لايوب كما قال لك في الفيديو، قال لك اللي درتيها ليه راك رابح. دابا داك السيد مثلا اللي غادي ياخذو دابا ربح حيت ياخذو صفر درهم، بما انه خدا صفر درهم فما سوقوش هو حتى 10 دولار مسلك، دابا غيحط له 50 دولار، غيجي واحد ملي كيشوفو ستريم غيشري عنده حيت هو راه عارف الفاليو ديالو. دونك هذاك اللي رابح يقدر دابا في الليل حنا نساليو اللايف هو غيبيعو لواحد اخر دابا، حيت مثلا هذاك الدري غيقول غيمشي مع الدراري اللي كيفهموا في الويب، غيمشي يضرب الدراسه غيقرا الطريق حاجه هي الفلوس واش كاين عليها الهايب تويتر كذا، غيقول وحده. دونك هادو غيحطوا العاقه بما انه حاطين الفلوس ديال الكريبتو فراه ما كيسوقوش، دونك اجي راني نحط له انا واحد ندير ليه الثمن ديال 11000 دولار 12000 دولار. هادو راه بجوج، هادو دي هادشي اللي قصد ايوب قبيلات بانه ما عندهمش فاليو من غير الفاليو اللي باغي تعطيه لهم انت، حيت ما كاينش شي طلب في المارشي، غيجيك واحد مشتري انت كتحكم عليه السعر اللي بغيتي حيت هو باغي يدير بواحد الغرض اخر فهمتي، باغي يدخل لك وديتي محتاج شي دومين واعر ولا شي حاجه، انت كتحطو كدير ديك يعني الدان لاندين بيج ديالك، غتحط ليه تقريبا مثلا شو انت شنو مسلك فهمتي. هذا اللي غياخذو دابا تقدر تخسر لك 50 دولار غيدير ليه 50 دولار، ولا تتقلا يدير ليه 9700 دولار فهمتي، ما تعرف حيت دابا شويه غادي تحرك هذا ما عرفتش يعني كندوي. المهم كنظن هادشي غادي تحرك شهر 11 على ما اظن، ما عرفتش صراحه الديدلاين ديالو، ولكن حتى شهر 11 شهر 12، دونك تما الناس ملي غيعرفوا. دابا نتوما راكو عرفتوا، كاين اللي المهم كاين اللي ما عارفش هادشي مازال اندرغراوند، ماشي اندرغراوند، مي كيتخدم معايا مع ليفنتر كابيتال وهادشي، وانا باعتباري ديفلوبر كيكون عندي لاكسي
مع الناس كيتواصلوا معايا على ود شي حاجه، دونك كتكون عندي زعما سابق المعلومه. دونك يا الدراري اللي خديتيه دير ليه الثمن اللي عجبك انت، يا شير اللي عجبك. شوف الدراري اللي حاطين تاري شي حاجه، شنو حاطين في الثمن في دان، دخل لدان وكتب تاري بالبديه وشو الناس اش حاطين، سير مع ديك ليستيماسيون ولا اللي كيدير شي واحد من الدراري اللي كيتفرجوا في ستريم، ولا دي الدوماينر غيتواصلوا معاك من بعد. ممكن لو بغيتي تبيعوا الدوماينر، دوماينر ما غيفوت لكش 1200 دولار ولا شي حاجه، حيت هو باغي فليبي. دونك يا دابا شكون اللي سيليكسيونيتو؟ قال لك شوف القيمه، هذا ما غيعطيكش القيمه ديال الدي ان ريت، حيت هذا ما عليهش مارشي. الدي ان ريت راه ما كيعطيكش الفاليو، الدي ان ريت كيعطيك شنو هو البين برايس اللي خصك تحط، يعني شنو هو الثمن اللي غتحط، واش كاين شي طلب، يعني واش كاين شركات يعني اللي محتاجين دابا غادي يمشي عندهم ليكويديتي وكيقلبوا باش يشريو. هذيك فوقاش غتبان؟ غتبان في شهر 11 شهر 12. داين ريتر مثلا مع هاد السيد في شهر 11 شهر 12 ملي غيكسروا هاد الشركات، غتدخل تقلب على الدومين غتلقى طلعت ليه الفاليو. علاش؟ حيت ولا الطلب، دونك الالغوريثم كيلقى بانه راه كاين الطلب ذاك الوقت. داي شكون اللي خديته دابا؟ انا ما عنديش مشكل، اللي قلنا صوتو عليه انا غنصيفطو ليه دابا بوركبان. غيك فتح كونت، غتدخل دير تدخل هكا، غتدخل بوركبان. دابا انا كندير بوركبان وما عنديش معاهم افيليت، بلاتي نعطيكم الافيليت لينك. بلاتي كاين شي افيليت ليك هنا ايوب؟ انت ما كنعطي الافيليت، انا كاع ما كنعطيش الافيليت، كنسى. كي جبتي انت كثرت ايوب، جبتي انت الافيليت، انا كاع ما لقيتش هنا شي افيليت هنايا. بلاتي نكتب بورك بان افيليت ان شاء الله يطلع ليا. الدراري ما تسجلوش تدخلوا الافيليت، بلاتي شوفوا هذا ايوب دايره حتى حنا نديروه. بلاتي هاهي كاين السيت كاتبين افيليت، this program is disconnected. وانت ايوب خاص تصدق عليك اخويا، انا دخلت دابا قال لي البروغرام ما كاينش. الدراري المهم غادخل البورك با، غادي هذاك السيد غادخل غاتسجل هنايا، الدري اللي غادي ياخذ دير ريجيستر، هاد اليوزر نيم هو اللي تصيفط لينا باش انا نصيفطو لك دابا، فهمتي؟ اين فوا غنصيفطو لك، كنبدا نشرح لكم دابا هادشي، ندخلو لديك فين كنا كنشرحو. اين فوا غادي تدخل غاتصيفط لي داك اليوزر نيم ديالك، انا غنصيفطو لك من عندي. ندخل هنايا نحاول ناخذ لك سكرين باش تبان لك هنا. اوكي ها هو هنا. اوكي مثلا هاد التاري نود اللي كيبان لك هنا، ها هو اللي شرينا عليا، هذا اللي شرينا دابا ما كيطلعش. فهمتش انا هذا كيفاش كيديرو؟ تعطي عيانة كتب الكاليتي، المفروض انا خصها تكون كاليتي مزيانة. نعاود نشوف هادشي دقيقة. يطلع كاليتي خيانة، بغيت نبارطاجي معاكم. ما عرفتش ريسايج اوريجينال، اوريجينال ما كيعطيش. المهم غادخل لواحد البلاصه كيكون فيها، تكليكي على المضيف، تكليكي على الدومين ديالك، الموديفيكاسيون ديالو ما كيطلع، ما باين ليش هنا. غادي تبان لك نيم سيرفرز، غتكليكي عليها وغادي دير دان، غدير انيس واحد. هادشي اللي صغير، انا مصغر ليكرون عليه ما كنتش كتبان ليكم، دونك راه غتخدم بحال هكا. باش نعاود نشوف السكرين. وي وي انا كان عندي مشكل، شوف لا شي ما خدامش، انا حسبنا اللي عندي مشكل. المهم غتكتب انيس واحد بوان دام بوان كوم، انيس جوج بوان دام بوان كوم، ومن بعد غادي تمشي تدخل، غتمشي تدخل لدام بوان كوم، غتدخل لدام بوان كوم وغادي تلوغين، غتاجوتي الدومين ديالك وغيبان. غادي نشوفو انا هادو اللي فيهم تاري، نكتبو تاري كما قلت لك. ادخل تاري، غادي تقلب على شي حاجه كنتينز فلتر، نديرو تاري، خصنا نديرو باديه ستارتين ويز، هاي ستارتين ويز تاري يكون هنا في البوان كوم فلتر تاري، وتارين تاري سامثين تاري اكس تارين تاري شي حاجه اللي عندها علاقه بالكريبتو، تاري
ريال تو كامل ما عندهمش علاقة صراحة، ما عندهمش مع علاقة بداك بالنيش اللي دوين عليها دابا ديال داك البروجي تاري غونا دوي بديين بتاري وصافي. تاريوس هو تاريو ديكس هذا ب 6000 دولار دا ب 6000 دولار. شنو اخر تدلي 6000 دولار وصافي فهمتي. تاريس كان 24 6000 6000 تاريف بلاس دير لي 6000 دولار وصافي هادشي اللي بغيتي تبيعو شي واحد الدراري ما كيبان ليا الشاطا الشباب يا الله. ده انا ما عنديش مشكل اللي صوتت عليه انا معاه ما عرفتش كيفاش دير التصويت هادي الفكره جاتني مره نديروها بحال هكا الدراري اللي مكونيكتين يربحوا لي حاجه وصافي فهمتي. داك زعما اقل حاجه نديرو الدراري اللي كيبارطاجيو اللايف و كيسيبورتيونا دونك اسهل حاجه نديرو. تا ريورد ديال 1980 يا المهم الدراري مشيت مشيت تلاحوا تبقاو تشيروا فطاري ولا شي حاجه تقولوا انا قلت لكم شرو طاري انا ما قلت لكم والو شرينا دومين واحد عطيني السيد الله يجيب الله يجيب التيتي تكون باينه شي حاجه غنقولها لكم تمشوا تلاحوا تبقاو تخسروا في الفلوس ولا حنا ها كان عام مقصرين الشباب ها مقصرين ديتي الفابور هي ديك ما ديتي السي دي ديسكورد اسماعيل واحد هما الدراري كيحطوا الدراري فاتحين تي صوتو على واحد وصافي دوزو شي واحد اختاروا شي واحد زوين كيبان لكم انا في الشات تشجعوه الدري اللي غتفقوا على سميتو تعاودوها غادي نختاروا عادي شات عادي غادي تكتبوا في الشات شي واحد كيبان لكم زوين بان لكم يستاهل كتبوا سميتو ان فوا تعاود صافي نصيفطوا للسيد يكون تيسير ما تعرفوا تجيب ليه الله شي تيسير بسرعه. مراد قال لك انا شريت انت مراد هاني انت جات معك فهمتي اصلا راك فاهم في الكريبتو فاهم في كل شيء كنخاف على شي واحد اللي ما فاهمش شي بقاي يشري ليا شي حاجه لها علاقه. اشنو طاري زوينه هاد شنو طاري جاتني واش قصدتي واش قصدها واش قصدها دومين كوليكشن ولا هي جات هكذا اشنو طاري يلا ما ردتش معايا البال يا الدراري العالم عاد قال لي شنو طاري الاخر قال لي طاري كوين ما يفهمش واش كتقصد ليه شي حاجه على يلا شباب انا ما عنديش مشكل حتى نساليو اللايف حنا مازال مقصرين شويه عندها يمشي لي تقطع اللايف وتكون تسالي الساعه حتى واحد ما يربح لا ما تشريش طاري ابس ما تشريش ابس اغلبيه كيخدموا ما بلي ابس. شنو كاين ما هما مستعملين كاع الكلمه هنا سبحان الله حنا في الارتيكل مستعملين هانيش هاو تو رانا الطارين ودون دونك هادي اهم حاجه بالنسبه ليهم دونك بالنسبه للطاري اهم حاجه هو النود وهاد خونا هو اللي غيكون عنده الطاري نود يعني ولا يكون شاد النود بحال اللي كتشد بحال اللي شاد بيتكوين نود ما عرفتش شحال داير بيتكوين نود مثلا نشوف شحال بيتكوين نود مثلا غيكون ما عرفتش لا بي تي سي نود يعني تكتبهم بجوج يقدر يعطيني شي استيماسيون واخا ماشي نود دوت كوم شكون اللي عندهم لي نود مونيرو ما عقلتش شنو عملت لي زعما البيزنس موديل ديالهم بني كامل على النود اللي راه خدامه باش يكونوا برايفت يعني ممكن تعقل العملات هما اللي عطونا زعما ابريزل بي تي سي نود ب 10000 دولار يعني استيماسيون دو مارشي بيتكوين نود ب 7900 داكشي قلت لك دير ليه شي 6000 فهمتي دير ليه 6000 وصافي المهم اختاروا بيناتكم نكملوا حنايا نوض نوض جي يا
شراو طاري توكن، غيكون شراو مراد ولا شي حاجة، غيكون شراو مراد، مراد كيدير ديك البالك راه حيت قبل ما كانش كيسمع ما كانش مكونيكتا هما كاع ما تقدر تشد والو اي مراد كيسمع كيطبخ ما كيفكرش كاع تا كيدير عاد كيفكر هو. المهم بيناتكم الشباب مش رجع نكمل الفيديو اي اسعار السوق ببساطه. طيب درتي فيديو مضرب فيه سبونسور والناس تقدر تشري دومين، هي الاسعار التي نوعا ما الزبون مستحيل يبغى يخسر فلوسي كامل طلع لي الله يبغالي. السلام عليكم، في هذا الفيديو بغيت نوريكم بحال اش صوبت هذا البوست باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن بطبيعه الحال قبل انني ما نكتب لو بوست درت ما يسمى بالكيورد ريسيرش واوبتيميزيت الكونتوني، ديك الساعه عاد كرييت هذا لو بوست هذا. الوغ بالنسبه لهذا البوست راه فيه لي ديتاي كاملين، وهنا فين حطينا الروابط ديال الافيليات ديالنا، حتى من ناحيه الاي سي يو كيف ما كتشوفوا 90 على 100 اللي هو هذا، وحتى بالنسبه للتايتل راه اوبتيميزي. الوغ الطريقه اللي درت باش انني نكتب هذا المحتوى كتبته بهذه الاداه هذه اللي كنت ديجا شرحت لكم. الوغ هذه الاداه كتعطيها الكيورد، من بعد ما كتكون بطبيعه الحال درتي الكيورد ريسيرش، وهي غادي تكتب لك بلي ديتاي على اي موضوع بغيتي انت. ولكن قبل انني ما نكتب هذا المحتوى درت الكيورد ريسيرش ديالي، خدمت بطبيعه الحال بسيمراش اللي كيف ما هنا غتعطيك كاع لي ديتاي على دوك لي كيوردز اللي بغيتي، وهذه هي اللي علاش خدمت اللي هي هذه. وهنا كيف ما ايضا خدمت باليوبر سيجست وخدمت ايضا بسبايفو. شوف الناس اللي عارفين بادين البلون نتاع الاوتو بلوغين بادينو ب 399 دولار 799 دولار باش دير الاوتو بلوغين، وانا باغي نعطيه فابور كاتب كتاب فيه 200 صفحة وحط جوج ديال لي بلاغين فابور، والله إلا حمار أنا، بلاصة ما ندير 60 وبحال هكا كان ندير 700 ديال، هادي واش مزيان خاصك تطل المارشي تشوف داك تشوف شحال الفاليو ديالك ساوية. دابا أنا ما أنا عارف داكشي ديال اللي ساوي، الدراري اللي اللي معايا ما عارفين اش داكشي ساوي، وحنا غاديين على الله والله أخويا نيد اكاديمي الله العظيم اللي راه خصك خصك تطلع على هذا الشيء اللي راه حنا دايرين حنايا، والله العظيم الا الناس كيطلبوا الاسعار اصاحبي هاهي 49 دولار الشهر ني كراني خص تخلص. واه يا سلام اصاحبي، لان الناس كيديروا لاباس. كيفاش كتقاد بلاجين بي اش بي برو بي اش راه قلتنا حياتنا كاملة مع الورد بريس، إذا ما عرفناش نقضو بلاجين نتلع. الدراري اختاريتو شي واحد؟ ماشين دي اي انا شوف دراري ما خديتوش كبيزنس موديل، دونك ما قلب الصراحة على شي حاجة كنديرها فور فان وصافي. صافي دابا اختاريت واحد، انا كيبان ليا شي اسماء كيتعاودوا يعني كاين دراري، وكيبان ليا يحيى كطلع ليا يحيى كثيره، ولا يحيى كيسك لا يحيى كي كيكتب بزاف اي كان زعيري كتبان ليا يحيى. عرفتي الدراري على فوقاش كان قال لي مراد باش نبقى نستريمي ليكم، ولا سير ما من كورونا ولا ما عقلت هي ما كان كيستريمي هو في تويتش كيقول لي ستريمي ستريمي ستريم صراحة يعني ما كتمونطي ما حتى حاجة كتشارك نيشان مع الدراري. الدراري غادي تقطع عليك اللايف، غنكون كنهضر غادي تقطع اللايف غدبروا راسكم، خلونا نصيفطو للسيد لايف غادي تقطع صافي، اختار واحد نصيفطو ليه باش تي تقطع سيرو تنعس ولا مانطو ما نعرفش لايف اخر، حيت راه كيمشي الحال وكنبقى كتبقاو سهرانين بزاف تنبقاو نطلقو اللايف بكري شويه. آه انا ما عندهمش كيفاش غيصوب، ما كاين حتى شي لعيبه اوبشن باش غتصواج باش دير شي حاجه، دونك كلشي عليكم نتوما.
يا الله. ايوب انا شوف ايوب ترى مازال عندك الحال، نصيبتو لك ايوب وانت يا سميتو نصيبتو لشي واحد، غتبقى بحال هكا راه غادي تقطع. اللهم خلنا نصيبتو لشي واحد. دير شي سؤال. ندير شي سؤال واخا تادي فكرة، ولكن دراري اللي جداد مساكن ما يعرفوش. ندير شي سؤال في ثقافة عامة ولا شي سؤال عنده بينا حنا يا خاص؟ دير شي سؤال، شي سؤال واخا. دابا الشاطوة نشوف واش تبي ترونسفير. قال لك مراد ديالي سيت الناس. واخا الدراري غنفكر دابا في شي سؤال. بلاتي انا ضر عليكم شي سؤال، دوينا على في واحد اللايف اللي جاوب الاول غياخدو، وانتم قولوا لي شكون هو الاول باش ما نتكلموش. اوكي راه ستري راه اللايف معطل شويه، انا غنطرح السؤال وشي واحد فيكم يجاوب باش نشوف شكون اللي كيتبع معنا اللايفات، ونصيفطو ليه وصافي والله يربحو وان شاء الله جاي الخير. واخا اللي جاوب يعني اللي جاوب الاول غياخد. اوكي اوكي كنا دايرين واحد اللايف، كنت درت دايرو واحد اللايف هادي واحد اليومين ولا ثلاثة، ودرنا على واحد الميثود سميتها هاي هاي. في ديك الميثود ديال هاي دوينا على واحد الموقع داير بحال جوجل، ولكن هو خاص بشوبي وبسيتات اخرين، كتدخل ليه كتلقى لي برودوي الناس اللي حاطينهم تما. اسميت هذاك الموقع اللي دوينا عليه في الميثود ديال هاي هاي. يلا اللي كتب الاول. انا طلع لي اللي كتبه الاول، هو اللي كتب الاول صحيح هو انور، طلع لي انور. مراد جاوب ولكن غلط، بغى يقول شي ليكس قال هي ليكس. هو يجر مع سفيان، سفيان حط هي ليكس. جريت يا قوم خيمة. انور اللي كتبها صحيح، طلع لي انور هنايا، طلع لي كاتب شي ليكس انور زياني، يحط لينا بورك بان ديالو. الله الا جراو كامل مراد دار لهم. الله الا مراد الله خايب. مراد هو شرا دوميناتو، هو يجر ليا القوم كاملين. اشنا يا شباب عطينا الكونت ديالك بلاتي برو، هذا برا كان نساعد كومنتات بزاف. برو فين ياكم انوار زياني شي اللي بلاتي بلاتي، ودابا حنا طلقنا عليه. İngilizceyi gramer olarak bilmek. البنية قبل نعاس الليل كامل. كذا هو انوار. عطينا صاحبي بورك بان ديالك غادي تمشي يمشي ستريم. انوار طلع العماري. والله لا نسيت كاع راسي يا صاحبي. اي يلا انوار، ارانا فين صيفطولك، غنقلبوها اسئله عاود. استبد هو شويه ما يزرفني هذا حمزه، ولا يحليه ديالي يزرني شويه ما يزرفني، حسبني له هو. ما بغاش.
شي صوب كنت عاد يرجع اوا شي صوب كنت تيقول لك شي مشى دير له بين التعليق ديالو، انا في التليفون ما عرفتش كيعطيني ندير اه كاين بين، لكن فين هو التعليق ديالو بلاتي انا نطلع هاي هاي شات جي بي تي انوار هو بين سي بون مشي قاد الكونت صافي يا خويا نتقاد الكونت با انوار احنا معاك قال لك هاتي شي واحد طلع لي براسو كاع سمع ديك المزيكا هو يقول لك هاتي شي واحد بناقص بناقص قال لك او شو قال لك يبدي دابا ضيعتينا ابرو ابرو انوار قال لك ما بغاش دابا عطينا البورك بان ديالك وعطيني انت شي واحد الصاد انا غادي تقطع عليا ستريم خصنا نحلو المشكل ديال ستريم باش نبقى نهضر على راحتي سير خور اقمع شوائي بلاتي دابا ملي ما بغاش لا ملي ما بغاش نمر وان انوار نشوفو تاني سؤال دابا المشكلة هي ان زرفكم مرض كلشي كان غيجاوب صحيح هو يضرب هما بلاتي كاين عندك هنايا هيليكس كتب ليه هيليكس داس 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 دونك كاين هيليكس كيبان ليا هنايا كاين شيليكس كلشي كتبها هيليكس هيليكس كاين شيليكس اول عمر هادشي اللي طلع ليا اول عمر متفقين الشباب صافي قول عمر سيفط لينا نسيفطو لك لعيبات علاش جبتها علاش تفكرت هذاك نوض الحيلة كويك نوض سبحان الله العظيم بدل السمية سؤال آخر يا عيد قال لك لا متفقين عاود بلا الأسئلة المشكلة بقى حنا كنجيب الأسئلة واخا سيدي شوف غنخلي الكلمة لمراد مراد يطرح سؤال عنده علاقة بالتقنية واللي جاوب بالزربه اللي جاوب الاول هو يختار الفائز صافي انا لحقت لك لحقت انت بالك انت كتشاطي معاهم راه غادي يطلع لهم الشاط بالزربه انا راه معطل معاكم في كنقول حاجه كتعطل عاد كنشوف الميساجات يلا طرح الكيستيون مراد واللي جاوب انت غتعرف انت لقى الجواب ديالك واختار واحد انا نقرا تمايا صافي سول فاش ما بغيتي اللي يعجبك سؤال شخصي كوره لعيبات انت تعرف دبر راسك اطلقونا هذا الشيء اللي خصنا نبقى نديروه يوميا خصو يكون نورمال ديال نورمال انا بالي يوم قدير هكا غادي يعاود نولي الحنين اصدق ندير الجيف اواي الكتوبه ديالي والدار واللعيبات راه كتبدا بحال هكا انا خليكم هنايا قال لك مراد شنو هو التوتال سبلاي ديال البروجي ديال ال ان اف تي ديال برايفت فوكسز كاين اللي كاتب ليه 3000 طب المشكلة هذا راه سؤال يعني فيه تخيك حيت مراد راه مبرني شي فوكسز مضيع لكم الحساب حتى اللي كان عارف غيخربق ليه الحساب دونك هو راه بيرنا فوكسز باش يخربق ليكم الحساب كي غدير تشد داك الحساب صحيح من غير ما انك تدخل تشوفو المهم هو راه عارف علاش سول داك السؤال هو اللي غيعرف يختار اللي يجاوب وضرب قالك قبلني بدا ان بول اه مازال ما طلقنا دا ان بول اش غتدخل دير كاين والو يلا يلا
مراد راه الدراري جاوبوا شحال من واحد جاوب جواب صحيح اختار واحد. السلام عليكم فضل خالي خادمي تخيل ندير هادشي خالي انا يا دي خالي خادم شي طمن الكذب دخل وريهم شحال صافي باش يشوفو مالي كيدان عندك السط هنا ما عطيش هنايا شحال غتكون بلاتي انفو فين غنلقى طيب فين غنلقى هادشي اللي تبدل عليا فين غنلقى دخل صوت كان بعدا كيفاش كاينه 6000 انا تخربقت انا وقت عارف كيفاش كاين 6000 راه كاين شي واحد مبرين دابا دابا شنو نديرو دابا امور هاد الصولان دابا راه ولات مخربقه مسكينه مابقاتش عارفه والو ما عندك ما غادي قلت لي شوف هو ما شاف واخا راه ما كاينه 6000 ما عندك ما غادي ما عندك ما غادي برو صعب وطب اطلع قلب على اللي داير 6000 الفوكس لا يموت كاين برضوان كاين قال لك عاشو انا والله ما فهمت والو المهم اول واحد قال 6000 باش نكونوا حقانيين توتال سوبلاي كورا اوهو سفيان الرحيمي قبل نبدا نفوت 3000 6666 اول واحد كيقول ايوب كان غيكتب 6000 كتب 600 رضا طاقي هو اللي قال 6000 انا بالنسبه ليا اللي طلع عليا في السكرين الحق الله عاود يقول لك ما شاركت الى هكاك رضا واجد ما طلعش انا صيفط لك هادشي باش ندوزو حاجه اخرى هذا صيفط لك بلاتي واكسبتي انا صيفط لك واكسبتي انت داكشي بوش دومين يوزر نيم ميساج انجوي ات المهم راه غرا وصلك غيكون وصلك الميساج دابا انا صيفط لك امور خاصك تاكسبتي برو هو راه صيفط نهار كنا ما كيبانش ما عرفتش اش كت انت كي حطوهم بكاليتي عيانين تقول بصراحه بكاليتي مزيانه ولكن ماشي مشكل المهم راه صيفطت لك ابو الميساج وصلني هنايا تنقدد اللعيبات المهم برو الا بغيتي تبيعو لشي واحد الدراري لي دومينرز دليت المهم اللي سلكاتك انت يا مسلكك 10 دولار تبيعو لشي واحد دراري تزيدو ليه هنايا باش يعرف شحال الثمن دراري الا بغيتي تزيدو انا اللي شريتو انا نحط فيه 20 دولار ورجعوا لي انا بديت ب 20 زيد شكون اللي بغى ياخذ دراري لي دومينرز ولا لي زانفيستور كل واحد يقول باش يعرف هو واش بغاو فلوس ولا يتسنى رزقه انا راني قلت ب 20 زيد كاين اللي غادي يزيد شي حاجه يا 20 اخرى من عند حمزه
50. انا سيد دارو دار 50، انا غندير واحد 55. 55 دولار من عندي. يلا 55 دولار من عندي ابرو. بزنس كسب 1000 ولكن كان نعم طلع دراري، ما يمكنش تطلعوا من 55 تطلعوا ل 200. انت بغا يكسب 100، هو بيزنس كسب 100، انا 105، انا 105، ارجع ليا الدومين ديالي، انا نخدم ونقاد ونصيفط لك ونشري وندير الاناليز ونجيب الخبيره ما عارفاش ونشري عندك من الفوق. يلا شكون اللي كيدير معاك هادشي؟ انا مهانيات، يلا توكل على الله. ادري كتكتبو 56، انا كتبت 105. الدراري اللي بغى هو راه شرا طاري نود، اللي بغى يطونطي لا شونس معاه يدير تا طاري، ولكن غتكون غالية عليكم. المهم شي 30 دولار تقريبا بو ايو. اوكي دونك اغلبية كيطلبوا بحال سميتو، بحال سوس كان بو ايو، بحال كذا. اغلبية ديال لي ضاب كيخدموا بو ايو، دونك الا كانت شي حاجة غالية تقدر تا بو ايو كاينة، حيت هي اللي هي غالية تقريبا 35 دولار. المهم في حالة او قال لك نوت انتريستد، ما بغا هو والو. المهم كيفاش غادي نقبلو؟ رضا حتى تهضر مع، المهم ادخل الايميل غيوصلك كونفيرم، غتكليكي على كونفيرم غيولي عندك في الاكونت ديالك. ولكن ما تنساش اللي يلاه فتحتي كونت اول مره دابا، غيوصلك واحد الايميل غيقول لك فيريفي الايميل ديالك، كليكي على ابروف. الا ما كليكيتيش عليها غدوز واحد 4 ايام غيدوا لك الدومين، ما تشدو انا ما تشدو نتايا. دونك ان فوا تفتح ايميل مع شي ريجيسترار، اهم حاجه هي تكونفيرمي الايميل. الا ما كونفيرميتيش الايميل المعلومات الشخصيه، راه عندهم الحق انهم يدوا داك الدومين، هادي عقل عليها. دونك كونفيرمي الايميل ديالك، وراه غيوصلك واحد الايميل اخر فيه واش بغيتي هاد الدومين وخدو عندك. يا دونك هادشي اللي كاين في هاد الامسيه السعيده الشباب، كنتمنى تكونوا بخير على خير. شويه وراه غادي تقطع عليكم ستري. هذا ما كان الشباب. ان شاء الله نشوفكم غدا ان شاء الله في موعد اخر في امسيه سعيده. وجدوا لي الفيديوهات اللي باغي ترياكتو عليهم، ولا اللي عندكم عليهم اراء، ولا ما فاهمينهم شي لعيبه شي حاجه ايضا. المهم اللي عجبتكم، انا واجد انني نعطي الاراء ديالي ولا الاكسبيريونس ديالي، او لا شي حاجه ما فهمتيهاش نحاول نشرحها اونصومبل. وهذا ما كان، هذه الغايه اننا نكونوا ديما مجموعين وديما نشتي اونصومبل، وتكونوا ديما بخير وعلى خير، ونحاول ان نرجعوا شويه ايرلي في الوقت باش ما تبقاوش سهرانين. اوكي باش اللي كانت عنده الخدمة الصباح حتى هو ما يتحرمش ويحضر معنا. دونك نحاول نديرها جوية 9 ديالكم ولا شي حاجة، اللي هي 11 عندي إلا قدرنا، غيكون وقت حسن 9 أو لا تقعد 8 ديالكم، فبتكون كدير كاسكرو وتبقى تتفرج. يلا